معنا من بكفية رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل. مساء الخير سعادة النائب سامي الجميل. مع هذه الساعات الحاسمة التي يعيشها لبنان كما وصفت مراسلتنا دارين الحلوي في بيروت، هناك توقع باستقالة هذه الحكومة. ما الذي ينبغي أن يلي خطوة كهذه من وجهة نظركم؟ نحن نعتبر أنه هذه المنظومة سقطت، وبالتالي اليوم يجب أن يدفن ما كان يعرف بلبنان القديم وأن نبني لبنان جديد، وهذا لبنان الجديد يجب أن ينبثق بأسرع وقت ممكن. نحن نتمنى أن تكون هناك حكومة مستقلة لتقوم بالإسعافات الأولية للشعب اللبناني واستيعاب المساعدات المجتمع الدولي والبدء بمصالحة الناس مع دولتهم، ويلي الأمر انتخابات نيابية سريعة كي يتمكن الشعب اللبناني من إعادة تكوين الطبقة السياسية بالكامل، لأن هذا المجلس النيابي هو متواطئ على الشعب اللبناني. ونحن كمعارضة منذ سنوات كنا أقلية صغيرة جدا، والكتل النيابية الأساسية الكبيرة في المجلس هي تتفق مع بعضها البعض وتقوم بصفقات سياسية مع بعضها البعض، وأدت هذه الصفقات إلى ما وصلنا إليه من اهتراء ومن تسليم قرار البلد لحزب الله وغيره. ولكن نحن نعتبر أن هناك ضرورة للعودة للشعب اللبناني، كي الشعب اللبناني هو يقوم بمحاسبة كل هؤلاء السياسيين الذين فرطوا بمصلحة البلاد وأوصلته إلى ما وصل إليه. طيب سيد سالي الجميل، إجراء انتخابات مبكرة بنفس القانون الانتخابي الحالي كما اقترح قبل قليل في مؤتمره الصحفي سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، ألا تخشون بأنه سيفرز نفس الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ أكثر من عقدين؟ نحن ضد هذا القانون ونريد تغيير هذا القانون، وإذا كان بالإمكان للحكومة المستقلة أن تسرع بصياغة قانون جديد أو تعدل على القانون الحالي يكون ذلك أفضل السيناريوهات. أما إذا كان هذا الأمر تعذر هذا الأمر، فنحن نعتبر أن إذا كان حقيقة هناك إرادة عند الشعب اللبناني بالتغيير، فلا هذا القانون ولا غيره سيمنع الشعب اللبناني من التغيير. لهذا السبب نحن يجب أن نعطي فرصة لتغيير القانون، ولكن الأهم أن لا يستخدم موضوع قانون الانتخابات لمنع إجراء هذه الانتخابات وتمديد الواقع الحالي وتمديد حياة المجلس النيابي الحالي والطبقة السياسية الحالية. نحن نعتبر أن بالجو الموجود اليوم عند الناس تريد التغيير، وأيا يكن القانون سيقومون بهذا التغيير كما نحن نتوقع. طب اسمح لي سيد سامي الجميل، فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، يعني هناك رأي يقول لا يمكن تحميله للحكومة الحالية فحسب، ما دور الحكومات المتعاقبة والأجهزة الأمنية المتعاقبة منذ العام على الأقل 2014؟ ما مدى مسؤوليتها عما حدث في الرابع من آب؟ هذا دور لجان التحقيق الدولية التي يجب أن تبدأ عملها. نحن لا نؤمن بالتحقيق الداخلي، لا نؤمن بأن الدولة بتكوينها الحالي هي مؤتمنة على التحقيق بهذه الحادثة. فعلى هذه على المحققين وعلى هذا المسار القضائي أن يدل إلى كل من هو مسؤول، إن كان في أي جهاز إداري أو بأي مسؤولية سياسية يتعاطى بهذا الملف أو هو له علاقة بهذا الموضوع من بعيد أو من قريب، أن يتحاسب.
هذا هو دور اللجنة التحقيق التي يجب أن تدل على المسؤوليات وتقول للبنانيين من هم المسؤولون عن هذا الإهمال، أو حتى ممكن يكون غير إهمال، يجب أن ننتظر نتائج التحقيق. طيب، في حال استقالة الحكومة كما هو متوقع اليوم، هناك حدث منتظر بعد نحو 8 أيام سيد سامي الجميل، من سيستوعب في هذه الحالة الصدمة عند صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري؟ نحن من الذين يؤمنون بالدولة، ومن الذين يؤمنون بموقع الجيش اللبناني والقوى الأمنية بدورهم لحماية لبنان وأمن اللبنانيين. نحن نؤمن بالدولة ونؤمن أن يجب على المؤسسات أن تستمر، إنما تتجدد، إنما تجدد المؤسسات لا تعني الفوضى، ولا تعني أن يكون هناك من يعبث بأمن لبنان. فنحن ننتظر هذا الحكم من فترة طويلة، ويجب، جزء أساسي ببناء الدول هو العدالة. لهذا السبب العدالة التي آتية بعد أيام هي أساسية لبناء مستقبل للبنانيين، وكي يعرف اللبناني من تعدى عليه ومن اغتال قياداته. شكرا جزيلا لك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل، شكرا.